غطينا تقريبا الساحل المصري كله، خليج السويس، خليج البحر الاحمر، وكانت المحطات دي بنعمل لها رصد دوري لمده كل شهرين في البدايه خالص، ست رحلات في السنه. بعد 5 سنين قللنا الرحلات، بقوا 4 رحلات في السنه، وقللنا المحطات لان لقينا في محطات بتبقى موجوده جوه محميات طبيعيه ما فيهاش اي اثر للتلوث او ما فيهاش اي اثر للنشاط البيئي الموجود، النشاط البشري الموجود. فتقريبا الدرجات بتاعتنا ثابته على طول، فدي شلناها من الحسبان وبنرجع لها كل 4 أو 5 سنين. المتغيرات اللي كنا بنقيسها بنقيس متغيرات هيدروكيميكال كاركترز زي الووتر تمبريتشر، ترانسبيرنسي، البي اتش، ديزولفد اوكسجين، السالينيتي، البي او دي، سي او دي، الكلوروفيل، توتال سسبندد ماتر. في متغيرات تانية زي النيوترون سورس، دي مهمة برضو، كنا بنقيس النيتروجين فورمز، الأمونيا، النيتريت، النيترايت، التوتال نيتروجين. المتغيرات اللي احنا بنقصها متغيرات بتبقى متغيرات فيزياء كيميائية زي درجة الحرارة والملوحة، الشفافية بتاعت المية، الأكسجين الدائم، الأكسجين المستهلك بيولوجيا، الأكسجين المستهلك كيميائيا، الكلوروفيل اللي هو المادة الخضراء البحر الخضراء الموجودة فيها، المادة العالقة، المغذيات اللي موجودة اللي هي أملاح النيتروجين وأملاح الفوسفورس اللي هي ممثلة في الأمونيا والنترات، أملاح النترات وأملاح النترايت، الأكتيف سيليكيت اللي هي الدايبة. وفي آخر 5 سنين زودنا عليه البرنامج دوت قياس اللي هو الهيفي ميترز، ممثلة في 9 عناصر أساسية اللي هم الحديد والمنجنيز، والحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكروميوم والنيكل والكادميوم والرصاص بالإضافة إلى الزيبر. وقسنا برضو التوتال بتروليوم هيدروكربونز على أساس إن في منصات كتيرة للبترول موجودة، في نشاط كبير للبترول موجود في البحر الأحمر. كان أساسي معانا برضو من بداية ما بدأنا كان المتغيرات الميكرو بيولوجية، وكنا بنقيس ثلاث أنواع بكتيريا أساسية وتدل على التلوث اللي هي الكوليفول والإيكولاي والفيكي. دي خريطة بتمثل المحطات اللي احنا بناخدها باللات واللونج بتاعها وأسماء المحطات الموجودة، تقريبا مغطين الساحل كله لمدة 18 سنة دلوقتي، إن شاء الله هنستمر وهنكمل. ده شكل صور، دي الفريق هو بيجمع عينات بالزودياك اللي احنا مجهزينه والعربية بتاعتنا. في عربية فان، معمل كامل متكامل بيتحرك معانا لتحاليل الميكروبيولوجية والحاجات اللي هي الارجنت اللي ممكن تعمل في وقتها على طول، لأن طبعا المسافات ما بين المحطات بتبقى كبيرة جدا، فصعب ان انا ارجع في نفس اليوم للمعمل، فبضطر ان انا اعمل التحاليل ديت موجودة في الفان ده. دي صور دي بعض المتغيرات اللي احنا قسناها، او صوره من التقرير اللي بيروح لجهاز شؤون البيئه. دي من ضمن الحاجات اللي انا باخدها عن الجزء بتاع نظام الكفاءه والجوده، ان انا لازم من خلال برضو جمع العينات لازم اعمل اوبزرفيشنز للمكان اللي انا فيه، فبسجل اذا كان فيه نار بور، اذا كان فيه اويل، اذا كان فيه فيسز للحيوانات او البني ادمين، اذا كان فيه الجي موجود، كل دوت بيتسجل لان ده بيساعدني في تفسيرات موجودة بعد كده للنتائج الموجودة. دي صورة للداتا اللي طالعة من جهاز السي تي دي اللي أنا بنزله، بيديني عمود المية لمدة 6 متر بكل القراءات اللي أنا بقيسها من ملوحة أو أكسجين أو بي اتش. دي صورة للنتائج اللي أنا بطلعها، ونظام الجودة بيجبرني إن أنا أعمل كل عينة عاملة دوبليكيت وأطلع الأفرج بتاعه وأبعته في الصورة ديت لجهاز شؤون البيئة. دي صورة النتائج اللي ممكن تكون موجودة. دي صورة للنتائج بتاعة الميتالز. دي للتوتال هيدروكربونز. دي لأنواع البكتيريا اللي اتكلمنا عليها. وفي الآخر بعمل مقارنات ما بيني ساحل مصري موجود وما بين الاماكن الموجوده بره، سواء في الدنمارك، في 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 انجلترا، في هولندا، في كذا مكان في اوروبا وفي امريكا، وبعمل مقارنات ما بين الاب بتاعتي والعيال بتاعتهم واشوف انا فين من الموضوع ده. دي
في بعض الاجهزه اللي احنا استخدمناها طبعا يعني من خلال البرنامج دوت ومن خلال الفتره الطويله اللي احنا اشتغلناها ديت. يعني حد يقول طب ايه اللي استفدناه او احنا عملنا ايه؟ انا هقول بس كم مثل كده صغير للحاجات اللي احنا عصرناها وعشناها في الفتره ديت. في سنه 2007 لقينا ان النتائج في منطقه طابه عاليه جدا ونتائج غير طبيعيه غير اللي احنا متعودين عليها ممكن نشوفها. فطبعا لما بعتنا الكلام دوت لجهاز شؤون البيئه وكتبنا توصيه قال لي نشوف ايه اللي ممكن يكون حصل في المكان دوت. مفيش غير فندق واحد هناك في الوقت دوت ما عندوش صرف في المكان دوت. فبدا يبلغ وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه بدات تاخد اجراءاتها وبلغت الدول الموجوده معانا في المكان دوت. طبعا منطقه طابه دي انت بتوقف في المكان اللي انت بتقوم فيه العينه شايف العقبه، شايف السعوديه، شايف ايلات، فالثلاث دول دوت موجودين معاك. فلما بعتوا الكلام دوت للدول ديت الاردن والسعوديه قالوا ما عندناش اي حاجه في المكان دوت. ايلات قالت اه احنا كان عندنا محطه صرف صحي حصل فيها مشكله اضطرينا نصرف في البحر، وبعتوا اعتذار للكلام اللي حصل دوت. فكده انا بقول ان انا عندي يعني انا متابع اللي بيحصل، واي حاجه بتحصل انا ببقى شايفها كويس قوي وعارف فيه. في هنا في خليج السويس في شاطئ اسمه الكبارون، كتير منكم يعرفوا. لقينا كميات البكتيريا فيه زادت بطريقه فظيعه جدا. طبعا المنطقه دي منطقه صناعيه يعني فيها انشطه كتيره جدا، طبيعي جدا ان يحصل فيها زياده في المتغيرات ديت. طبعا بلغنا المحافظه والمحافظه اخذت اجراءات وقفلت الشاطئ دوت، ما بقاش شاطئ عادي. نفس الكلام برضه حصل في راس غارب. تقريبا كانت المدينه كلها بتصرف في البحر بدون معالجه. النتائج بتاعتنا كانت وحشه جدا هناك. مره سنه ورا سنه بدانا نبلغ والبيئه بدات تاخد اجراءاتها وبدات تبلغ المحافظه، بلغ المحليات. دلوقتي تقريبا كل المصارف دي اتقفلت ونوعيه المياه هناك اتحسنت كتير جدا عن الاول. برضه في منطقه الشلاتين دي منطقه بعيده جدا عننا، منطقه تعتبر بكر، لكن في الوقت الحالي بدا يزحف ليها النشاط البشري. فاتعمل فيها محطه تحليه، كانت الاول الساعه بتاعتها قليله جدا، اتضاعفت المحطه ديت للساعه بتاعتها عشان خاطر تكفي الانتاج اللي موجود هناك. طبعا الصرف بتاع محطه التحليه ديت اللي هي الميه المالحه زياده عن اللزوم توصل 50 او فوق 50 كمان، بدا يصرف في البحر، بدا يعمل تغير في الانفايرمنت هناك، اثر بشكل ما هناك. بدانا نبلغ برضه جهاز شؤون البيئه وبدا ياخد هناك اجراءاته. طبعا دي كلها بتقول ان انا شايف الساحل كله، بعمل رصد ليه، عين عليه، لو اي تغير موجود بيحصل لازم بيبقى فيه اكشن موجود عشان خاطر ما يحصلش اي حاجه بعد كده. يمكن النقط اللي انا قلتها ديت سواء الجزء بتاع العقبه ده انتهى خلاص، منطقه خليج السويس وقناه السويس دي هي المشكله دلوقتي عندنا لانها دايما فيها مشاكل لانها منطقه صناعيه. الجزء بتاع راس غارب خلاص انتهى، منطقه الشلاتين تقريبا ما فيهاش مشكله. تقريبا الساحل المصري بتاعنا كله يعتبر امن، في يعني مستويات ممتازه اقل من كتير جدا من المسموح به. ده طبعا بيدينا امان ان احنا نستمر ان احنا نكمل باذن الله. دي بعض الاجهزه اللي احنا اشتغلنا بيها. ليه انا بعرض الاجهزه؟ لان من الاتفاقيات بتاعت البرنامج في اول في البدايات كان لازم يكون في جهه ثالثه موجوده بنقول عليها ريفرنس لاب او معمل مرجعي. المعمل المرجعي دوت موجود دلوقتي في كليه علوم جامعه عين شمس. المعمل دوت بيتابعني لحظه كل سنه، بيجي يعمل تفتيش عليا مرتين في السنه، بيشوف الاجهزه، بيشوف المعامل، بيشوف الكيماويات، بيشوف اللوك بوكس بتاعت الحاجات اللي انا بشتغل بيها، وبيديني اي نون كومبلاينس موجوده او اي كومنت موجود بيلفت نظري دي عشان خاطر ابدا انا محافظ على المستوى بتاعي في الليفل اللي انا بدات بيه. طبعا بيبعت لنا كمان كل سنه بيبعت لي حاجه اسمها بروفيشنال تيست او عينه اختبار انا بعمل لها تحليل وابعت النتائج بتاعتي للمعمل دوت. المعمل ده بياخد النتائج ديت بيبعتها لي معمل في الدنمارك ماسك تقريبا حوالي 12 معمل على مستوى العالم، وبيقارن النتائج بتاعتنا كلها ببعض ويبعت لكل معمل يقول له انت نسبتك قد ايه او وصلت لغايه فين. وطبعا الحمد لله بالنسبه لمعمل طول البحار دايما في المقدمه والنتائج بتاعته كلها ما شاء الله يعني حاجه تشرف. ده كان ملخص سريع لقصه برنامج الرصد البيئي للبحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبه،
وطبعا انا قلته باستعجال، قلته باختصار شديد جدا، ولو في اي اسئله اشكركم.